عليكم السلام عليكم الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده رياكت جديده الريد ستار راديو يهبط لنا تراك اسمه كلمات متقاطعه. التراك هذا في 20 ساعه ثمن توندانس عام 32 الف فيو. لفت انتباه ريكوردينغ سيزون اش معناها موسم التسجيل اش معناها ريكوردينغ سيزون فيديو من فضلك ايه معناها موسم تسجيل الفيديوهات اش معناها معناها بالك مش يبدا يصور كليبات ولا حاجه واو ماشي هبط كوفر ليتس جو ليتس جو مامين ليتس جو ليتس جو برا موسم التزاوج ريد ستار رادي رادي ريبريزنت كلمة جميلة هذيك الفازة كيفاش يرد الضوء احمر نجم يرد الضوء احمر مرسي على الفكرة الرادي الله يباركك يس شنو مليك جميل مرسي على الفكرة الرادي خاطر كنت قلت لي قبل وانا بعثتك قلت لك اما تصير ما انا لا يعني ما. انت ديجا قلت لي ناخذ كل غلاف انت كل غلاف خاطر في الكليبات ديما تصاوب الكليبات تعملها في الامياس اما هي ما هيش هي كيما حاسيلو ليكيب هذه لازم نخفولها فما برشا وجوه اللي قاعد هذايا من قبل المره دي صحيت نفس الوجوه هذايا تذكر فيك الكليب نتاع وقت اللي طلعوا في حومة في سوسة هو معه مقبل يعني هذاك علاش قلت لك الوجوه مألوفة هذا دالية التطوات نوجه له تحية فما برشا والاخرين الوجوه ما نعرفوه مش اما تحس وجوه ناس كبار وجوه مألوفة يعني للناس اللي تربى معاهم الراديو باللي عمله باللي وصل في الكارير بتاعه ونفس الوجوه معاه هاي بي ال اس اي جات سمثينغ تو تيل لسنا ما هو اللي لف ودار مش كل اللي لف وشعل فلاش يا سلام عليكم ما هو اللي لف ودار مش كل اللي لف وشعل يا اخونا ما هو فرد ما هو مش فرد عبار ما هو مش فرد شخص مستحيل سي النهار كل يخدم في فوخه نهار كل يلف ويدور مش كيما اللي يلف وشاعل يا اخونا تسكنتي على روحه شنو هو لف ويدور؟ يلف ويدور يخدم في مخه الانسان اللي يلف ويدور انا ما فهمتش انت فهمت لف ويدور غادي هي صحيت ويدور اخر اللي يدور ويعدي طول ما يشعلش هو وما بين اللي يلف ويشعل علاش على خاطر نورمال مو هي تنجم تفهمها كل واحد سبحانه هذه من الحاجه ما احلاها توريك وفاش كل واحد يفهم هذيك الموسيقى على طريقته انا فهمتها اللي يلف ودار يلف ويدور وكذا ويخدم في مخه مش كيما اللي يلف وشاع هكا كيش فهمتها انا فهمت اللي يلف لا شوفوا الاولاد السونورين تاع الفياق 15 باهي يا منظمه يا تارك هذا منوم شعور المكعل فوشعل فلاش الرادار قعد منومر بشعره المكعل فلاش الرادار قعد منومر بشعره المكعل كيني المجمر ما عارف وحمة ولا فاش يستعمل جاي في وقت صغار صار البور كحافد مش تعمل شنو جاي في وقت صغار صار البور الله أعلم كلمة قصصها هو يستعمل جاي في وقت صغار صار البور كحافد تعمل كل ما قصها كل ما قصها فاش يستعمل جا في وقت صغار صار البور كحافد مش تعمل الناس لاني يعني اللي فهمته من الفار يحكي على روحه جي في وقت صغار صار البور يعني رابيريت ترابي صغار هو اني مازلت صغير لكن في وقت اللي طالعين صغار هكا فهمت والله اعلم يمكن اني غلط زيد مانيش ني اما هكا فهمت تغني ناس تتشاطح كان الوجوه تلق هو ناس تغني وناس تتشاطح كان الوجوه تلق من القلوب على المنة بس قل لي ساعة يضم ساعة يشق نحيف الخز من العقول ومن البهامة فلق اوووو
ساعة يداوي وساعة يشق نحن في الخز في الخز من العخاخ من العقول وفي البهامة في الفلوخ واخونا يا رادي يا شوف القوة لاني راهو نرجع للانترفيو اللي عامله الرادي هبط في رمضان قال لك بروني ما حاجتيش بالفلوس والجاه والجرون بيبليك حاجتي اني عندي كعبات حسوني اني منه فيهم اني نعبر عليهم مانيش ارتيست متاع تحطني في كرهبه تشيخ عليه تعمل جو بس صحيح انت ترجع تستفز فيه في البالي اللي نحكي واحد وما كان حابلك الياسم الغزول صار وزرق حقق لنا كما عاهرت الكياس من الغزول صار وزرق هي ريت ببساطه هيك ببساطه في كلمتين اخو بفوتوا الموضوع ما تفوتوا انت بلول فوتوا خليني كم طريقتك انت هذه فوتوا انت فوتوا ولا الوه راجع راهو تبدا النونة هيك في بتعمل هيك تكلم تكلم فوتوا لا تنجم والله العظيم والله العزيز العظيم تفوتوا راهو ما يصير شيء ولا كلمتين انت كتفوتوا ما يصير شيء ثم فكرة ثم في فكرة في تونس ما ينجم والله لا ينجم والله هيك في جعبه تعمل هيك احكي اه يحكي تاو كرنك فيه بتكرني فما طريقه تاع تفكير تقول انت تاو كي حتى كي حكيت على الراديو الفاسون اللي حكي بها نلقاها حتى عند ارتستوات يعني العقليه هذه الدو انه عبد يخدم في حاجه ريل في حاجه اندر جراوند واللي هو ما يعني وكانه الحاجه هذيك ما عندهاش الحق تعمل 100 مليون و200 مليون ما قالكش ما عندهاش الحق قال لك اني خويا ما يهمنيش في الكروم مش نحكي على الراديو ايه هو انا الجمله اللي قلتها فهمت إيه. انت نعرف اللي انت ضدها انت لازمك رابك يوصل للناس الكل العالم اجمع انت صحيح وصلوا إيه بغض النظر على الستيل اللي تخدم فيه هو يخمم بغض النظر على الستيل اللي تخدم فيه كلامك صحيح سامع نجم تراك اندر جراوند اخويا يعمل 200 مليون في 100 مليون ايش بيه من تونس هو ساله هو قال له على الارقام اللي تعمل فيها قال له ما على باليش انا احكي لك في فكره اوكي هاي متعدى دوده هك ما تركحش مسوار مادام بيدين سمسار صار السمع حقق للحق مسوار مادام بيدي احقاق للحق مسوار احقاق للحق مسوار راني راهو هذاك حاجه هذيك خدمه هكا فلوس دين سمسار صار السمع مادامها توا في دين سمسار احقاق للحق مسوار مادام بيدين سمسار صار السمع طرش واللي غنى حمار ترا واو احقاق للحق مسوار مدام وطاوة اللي غني سمسار يا خونا مدام بيدين سمسار صار السما عطرش واللي غنى حمار ترا صار لي سما عطرش ما على بالوش فاش يسمع واللي غني حمار واللي غني حمار يا لا يا خونا لفت لنظار بلاش حبار مرسم في الحوار واخو جوار المصفر حامل الاصفار بلاش حبار لحظة رجع بلاش حبار لفت لنظار كيفاش عامل مع الحوار مرسم في الحوار واخو جوار المصفر حامل الاصفار فهم الشي شكون المصفر اللي واخو جوار المصفر هو الارتيست يمشي للحوار عامل معهم كونترا قاعد بجنب المصفار شكون هي المصفار الهادي زعزوعة فهمت لهني يحكي على ارتيست راو الارتيست ويتر كلفيش كل السربي هو اللي قال مرسم قال مرسم انا فصلت عن كل شيء برشا تعديما يمشي تعديما يمشي وديما هو يطلعوه وديما شكون في الحوار واخو جوار المصفار حامل الاصفار فهم الشي حق فهم شنو الشي بحار حوار واخو جوار المصفار حامل الاصفار فهم الشي حق ما فهمتاش حتى ما فهمتاش فهم الشي بحار ولا حاجه كيك ما فهمتاش فماش وحيده فاسده سافله فماش فنان فشل تشوف كيفاش يلصق في الحفله فماش وحيده فاسده هامله وفاسده وبيت البرة فماش وحيده بيت البرة عن انترفيو لازم تتعدى طبعا سافله فماش فنان فشل تشوف كيفاش يلصق في الحفله فماش فنان فشل تشوف كيفاش يلصق في الحافلة الرافيك ولا عزيز يعني هزتني غادي الرافيك ولا عزيز
فما برشا معاني لها، فما برشا معاني يعني. هي حافلة متاع فشل تاوك، كل رابير يلصق في الحافلة هيك ينده يطلع معاها وتنجم تكون مبطنة ذيك راهي مبطنة صحيح، مش فاهمها انت كاك، انا مش قصدها كاك صحيح، وهو ينجم يكون قصدها كاك. الرادي بيرانو ما ينجم يفسرها، ممكن الرادي تقنع المغفلة تلفزة بيك متكفلة تبقى شوارع خطريت لنا، ولي تقنع المغفلة تلفزة بيك متكفلة لنا لاني عكس عكس اللي قاعد يصير على الكيستر انتي عيالي. خلنا نحكي بالوضوح، احنا معناها هي تحسها كلي ماشي ليالي، لكن لا ما نظنش على خطر ايالي ديجا ضد التلفزة وضد مش ضد التلفزة، حتى التلفزة ظلمته اعلمين ظلمته صحيح، معناها مش كما يحكي الرادي طوال هني تقنع المغفلة تلفزة بيك متكفلة التلفزة بيك متكفلة ايه ليه ما التلفزة ما هيش بيه تقنع المغفلة صحيح نقل. يعني الحافلة هذه يعني مش موسيقى، الحافلة حافلة الفشل كما هو يرى فيها الرادي، حافلة بتاع فشل الناس كل تلبس فيها، ليش خطر الحافلة هيك ناجحين توصل في العبيد كفيوز وارقام، لكن كمبدأ وكراب وكموزيكا يعني تنفع الأجيال ما فماش. فلات تبقى شوارعنا مقفلة مرفلة تجيبها مهف لا تجيبها مهف لا كفلة تبقى شوارعنا مقفلة مرفلة تجيبها مهف لا ترقع شوارعنا مقفلة مهف محفلة ولا كيفيش تجيبها مهف لا لا يا أخويا على التكنيك متكفلة تبقى شوارعنا مقفلة مرفلة تجيبها مهف لا فا عندك ما عندك شي تبان ما هي فا عندك ما عندك تجيبها مقف تجيبها مهف لا فا تجيبها مهف يا أخونا يدي تكمريض انت على تكنيك مات ميزاني تزيدها والصاب مان للطلفيقة ما هوش باللوك وكل درج تفتق جوان قد ما هو تمبول سين تعرف تتحدث تحكي على الموسيقى قدش هو تمبول سين تمبول سين وين قد ما هو تمبول سين تعرف تتحدث تحكي على الموسيقى تعرف تتحدث تحكي على الموسيقى وامر مضروبة سنبك عريس الطين صناعة نوامر مضروبة سنب كعريس الطين صناعة تحكي على الموسيقى وامر مضروبة سنب كعريس الطين صناعة فنانين ابواق بالتلفاز بالإذاعة فنانين ابواق بالتلفاز بالإذاعة العباد بالشيخة فيبي شعب داخل على المجاعة راب كرتون عباد بالشيخة دفيبي والشعب داخل على المجاعة نصحيبي واخو مكان منهم الشفاعة كملت بثو السم في الذر تلفت هملت كملت بثو السم في الذر يا اخونا الشفاعة كملت بثو السم في الذر تلفت هملت سلو العقول وصار الكسب بلا فضيحة شملت لا الثقافة لزل الحافة كالصحافة شعملت شهدت انضافة من الوسخ سكينة بلادي شحملت شهادة نظافة من الوسخ مسكينة بلادي شحملت ووووو ملا أبار ملا تعرف شو إيش نحلها شهادة نظافة من الوسخ البتروا من تخاها أنت تخاها من مركز شهادة نظافة من الوسخ برجع معناها شوف وين توصلك برشا شهاد ناخذوهم من بلايس معينة في تونس اليوم أنت واني شفنا فيهم برشا وسخ اخطانا من البتروا برشا شهادة اخرين شهادة نظافة من الوسخ تمشي تاخذ شهادة نظافة من القباضة اللي انت نظيف خالص مش حتى مش تمشي تاخذ شهادة اللي انت خالص ما تنجمش تبيع كرامتك ولا تبيع الا ما تجيب شهادة ورقة نظافة ورقة النظافة ذيك تاع شنو اللي انت خالص اخويا انت خالص باربع كلام ماكش خالص حتقيني يا كلب حتقيني يا كلب اللي ما تخالص لا لا بلاوة ويهزك البرشة البار يهزك البرشة مواضيع لا فيهم حد يقول انا حسيت بنوعك من الوجاعة من اللي يحكي فيه والله لا هو يحكي في وجاعة ديجا يحكي وجاعة متاع بلاد متاع شعب متاع لا برا الاصوابع يدك عدك اللي فما من زمان اللول ما هم كعبتين باقي تهانة تقص الفانا يتقلب مهبول غبرة هبرة ستول قد شل الباقي هكما الكعبتين البيين الباقي تهانة تقص الفانا يبقى مهبول الفانا الفانا متاع شنو الفانا متاع الميل
دي الفانا شاي فانا بتاع ميه هي فانا بتاع فلوس بتاع شو كي زويت بتاع ما نعرفش مشيت لايام المشت لاني محل الفانا سكر الفانا ايه نحكي واحنا بتاع شنو بتاع يحكي هو شو كي زويت حفل ليش ما فاهم فلوس فانا بتاع فلوس بتاع اي حاجه كي تقص عليها راميه بلو بتاع فيوز زيد متاع ارقام باقي تهانة تقص الفانا يتقلب مهبول غبرة هبرة سطول قعد شدنا في كل كلمتين غبرة وهبرة سطول قعد شدنا في كل كلمتين تبدل يا برو يبدل يا اخوني يزين يا عدم كل كلمتين على قد الخبز قد العدو تعيد راسك حي ما نقص الشي من الكلسيطة للحلو تحلي يا اخونا لا كل بار لازمك توقف وكل بار لازمك تدرسه وكل بار لازمك تحكي معاه وكل بار لازمك تفهمه فهمتني قال لك قد الخبز قد العدو تعيد ورسك حي تعيد ورسك حي من الكلسيطة للحلو يعني اخويا اني كشخص هو يعني اخويا الحمد لله قد الخبز قد العدو يعني قد الانسان ما يدخل فلوس قد ما هو قاعد يصرف جو بي يعني ما تحكي ليش ارقام ودنيا ولازمني نغني كل غنيه متاع الزطله وشراب ودنيا باش ندخل فلوس في شكاي زويت ودنيا هاني خويا راه جوي بي من الكلسيطة يعني لبسة العيد ابداها من الكلسيطة اصغر حاجه في لبسة العيد الكعبه الحلو كل شيء موجود صح ما نقص الشيء من الكلسيطة للحلو تحلي والحمد لله عندك البو هك المهبه بونش ناينت فلو هك عندك البو هو البو يعطيك المهبة بونش لاين ويت وفلو هكا ولا عندك البو هك المهبة بونش لاينت فلو هكا المنظر يا الوليد راني مانيش كاتب واني حس روحي قاعد نفهم في التراك هكا نجم نطلع غلط مانيش اني كاتب البارول هكا يحكي على روحه اما راهو نحكي لك هكا فهمتو صح برو كان الكلمة غير الناس ما تخلي شناينت فلو هكا المنظرو كان الكلمة غير الناس ما تخلي ماستر فورا دو هيب هوب اي سبيك بولت رايتين ورا في ذاتس ترو لايك بلود اي سبيل ات هاوكا قال لك خوي لاني فسرها وحدك بالانجليش عاش بيه خوي هيك خوي اي سبيك بولت رايتين ورا في ذاتس ترو لايك بلود اي سبيل ات نكتب في اللي نحس ما نعرفش شنيا هس 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 بيجي سبعة دل شبيك صح صحيت اخوي فاكيو الكلمة غير الناس ما تخلي ماستر فورا دو هيب هوب اي سبيك بولت رايتين ورا في ذاتس ترو لايك بلود اي سبيل ات فوك راب كيما الدم نبزق فيه ها لايك بلا لايك بلا اي سبيل ات سبيل ات نعرفها ما علينا حسين وقال اسمع دردحها كده بال رت الاربع بيران Be damn I don't need damn even I'm leave with empty will fuck it كل شيء I am leave with empty milt Be damn even I'm leave with empty will شكون empty will I'm leave with empty will باش نمشي مع سأرحل مع empty will شكون empty will شنو يعني ما تجيش empty شنو empty 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 will damn I don't need damn I don't need the شو وصلنا I'm leave with empty will fuck it كل شيء مقلوب تونس صعيبة leave يقصد انه بشي عيش بشي يرحل بشي عيش ولا بشي غاد بشي غاد بشي غاد empty will with empty will نولي تقولونا في الكومنتات مش empty 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 will empty will حالوك تشوف اخير تذل كل شيء مقلوب تونس صعيبة حالوك تشوف اخيرة الظلم في العريبة ضاعت العقول وهي في البلاد الكسيبة ضاعت العقول وهي في البلاد الكسيبة يا ولد اختي خسرت الناس الشيبشية بشباب شبيبة وشيبة خسرت الناس الشيبشية شباب وشيب شباب شباب وشيبة هجرت الناس الشيبشية بشباب شبيبة وشيبة ونور شيبة معانا كلنا فرج يا خال الوقت طال ناس التعب الغالب بطل قلت الحيلة تنزل المشاغ بشوف مش من الظروف ولا من العكس بل تقعد قلت معروف تتجازى من جنس العمل تقعد قلت المعروف تتجازى من جنس العمل ها
الانسان اللي خدم التراك هذا اللي سجل كل الاستوديو مشكور برشا كملنا صحيح راديكال يا بو ريتش ستار نيجا مشكور قلت لك برشا الطفل هذاك ابرموحه الجديد في سوسة يتعامل معناتها كما تشوف مع الراديو مع كذا السوسي يبكيني مشي بحذاه سوسي يا مساعدة هيا يا مساعدة هيا يعني السوسي غادي سجل مشي ابرموحه عامل زوز تروات معناها يمكنني 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 هاي هاي يا برا لازم تمشي لازم تمشي ان شاء الله اخونا نطلوا بحذاه صاحبنا ونشجعوا اي انسان يخدم على روحه ناس مغرومة برو غالي البوم كلمات متقاطعة الراديو الاولاد مازلنا نشوفه سبحان الله مازلت كحكيت لي تالي في رياكت حسن جونيور قلت حسن جونيور الراديو علي امباير من الناس اللي تلقى روحك توقف برشا في تراكات توقف باش تفهم الكلام باش تفسر البيران باش تركز مع البيران وش قصدت بيهم الناس هذه يا صاحبي راهي ماهيش تكتب عن عبث اليوم راهو الرادي بالتراكي هيك بالرسمي يا اخونا راهو كل كلمه راهي في بلاصتها كما انت قلت انت ما فهمتش الاربعه بيران ولا ثمانيه بيران بالانجليش لكن قلت قرقحها الدنيا شنو اللي يخليك تقول هيك معرفتك في الرادي وكلمات سمعتهم فهمت معناهم من 16 كلمه نفهم 3 4 كلمات فاهم هو وين قاعد وين قاعد يعني واصلا هو كتراك كامل يخليك شنو مال الكلمات هاكم الرادي راهو نعرفوه راهو امور كتيبه راهو الانسان هذا ما يفدلكش الناس هذه ما تفدلكش امور كتيبه الرادي راهو زاد تكنيس فما ضربات تكنيك خدمت بهم كيما هذيك قدر لا درشني لا اخونا خليني الرادي 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 خليني نتحدث على الميساج اللي يجي في التراك بعيد على بعيد على البارول وبعيد على الليريكس وبعيد على على الكتيبه مش باش نحكيو في الكتيبه بتاع الرادي كالعاده الشعر والفيلسوف يقول برو الميساج انه تلفزنا تعبت بالتفاهه تعبت بالمحبات بالمزيات بذاك يتعدى ذاك ما يتعداش هذاك لانهم نحبوا نوصلوا الميساج السلبي يحبوا يوصلوا الميساج السلبي الميساج نتاع الرادي ماهوش جديد عايشينه هذا نعرفوا اللي فما تفاهه تتعدى في التلفزيون نتاعنا وفما موسيقى فيها ميساجات تخوف صحيح تحكي لك الكلنا نعرفه الكلنا نعرفه لكن أي واحد من الناس قاعد نستنى في طرح الحل أي واحد من الناس الفكرة ذيك بتاع الرادي نتبناها نعيش بها نحب كيفك انت مثلا صحيح كيف صحيح اي انسان مش باش نزيدوا على بعض اللي فما ناس اخويا يقول لك لا ما احلاها المزيكا هاكي اما الكلمه هاكي ما خيبها والله الانسان هذاك ربي عينه ما بكروش يجي في تلفزه ويتحدث ربي معاه هو فاش يعمل روحه اما يجي ما يجيبوش ناس في تلفزه فمعاك في حاجات هذوك بتاع قيم وبتاع حاجات صحاح لازمين لكن الحل شنو الحل شنو الحل اي واحد من الناس واحد من الناس فكرتي وما تنجم كان تحترمني عليه وتسمعني تناقشني نتناقشوا اعطينا الحل الحل كي نجي نخمم وكي نجي نشوف العباد فاش تسمع ما نجمش اللوم على العباد الرادي مثلا قال لك يستغباو في العباد ويفرضوا فما الفرضان انك تفرض ارتيست على العباد بكثره ما تجيبه في تلفزيون بكثره ما يتعدى في راديونات الاشهار شنو باش يفرض عليك برودوي تتعدى في الشارع تراه تتعدى في التلفزه تراه تتعدى فاهم باش نحكي لك فما موجود هذا لكن اني ضد انه نلومو على الببليك ما تلومنيش على الببليك علاش على خاطر لازمني نفهم الببليك هذاك فاش قاعد يسمع على شنو شيخ بالضبط كي نجي نحلل الببليك الجرون ببليك على شنو شيخ على نمط معين موسيقي نمط موسيقي معين على موسيقى شيخ ابار بارول وابار الانسان اللي قاعد يغني له وابار الفايب اللي قاعد تلعب على الواحد فما نمط موسيقي الجرون ببليك يستهواه سبحان الله انت ف العباد اللي عندها الميساج البوزيتيف العباد اللي عندها العباد اللي يريل بالحق في وقتنا هذا العباد اللي يريل توصل الميساج متاعها على النمط الموسيقي اللي يحبه الجروب ببليك يصطاد غادي يلعب غادي يلعب على موسيقى الموسيقى خلينا من الموسيقى مش قلت انت الراب هو نفس اللي قاعد يلعب على الموسيقى هو الكلام هو الكلام ايه مالش معناه انك يعني تجي موسيقى فماش انستري اسمه انستري راب بخلاف اللي نحكيه البومبيب الراب هو القولات القولات الكلام يعني انك تحط وتركز انه الكلام هذاك كلام راب يوصل في ميساجات يوصل في قهره ويوصل في وجع ايه علاش احنا الريل
اللي قلبه على 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 الذوق العام، على الوضع اللي قاعدين نعيشوا فيه، على البهام اللي قاعده تتسرب لنا، علاش ما يمشيش يلعب على النمط الموسيقي اللي العباد الجروب بليك تحب تسمعه ويوصل ميساج الريل هذا هو. انت كملت كمل انسان كيما الرادي قداش عمره؟ صح 40 عام. هذا كمدرسه اليوم المدرسه اش تعمل؟ اسكت عم. المدرسه اليوم اش تعمل؟ المدرسه تعطيك اساسيات الحياه. انت يا شاب اجا انت ماك فاهمني ولا اخوي اخوي خذ عليا المشعل، مش تاو الرادي ولا فلان ولا فلتين باش يجي فايبيلك باش يجي تاو اني والله يا باش نوصل للجيل الجديد. يا دي نوصل للجيل الجديد برا اخوي، الجيل الجديد صيف سد ومشي فيه. الجيل الجديد خي كامل الجيل الجديد اخويا في راسه فورزا وتيين وينطر وهذاك انا عارف شنيا هذاك هو اللي وصل لهنا. فما ناس اسمعني اسمع، فما ناس راهي وصلت ليفيل تاع سي خويا مانيش نيه توا. هو ديجا الراديو قال لك اني نغني للناس اللي يحسوني اني منه فيهم. اليوم انت كي تطلع تحكي مثلا تنقد فلتين هذايا الناس تسمعك وتبعثك، لكن انك تجي تنقد الراديو تنقد امبايا الناس هذيك ما عندهاش بيبليك ما عندهاش. هكا هكا اش قال لك اني الناس اللي اني نغني لهم حسوني واحد منهم. يعني الناس هذيك انت اليوم جرب انقد هيك عملك انقد تشوف الببليك نتاع امباير اش يعمل ولا الببليك نتاع الراديو اش يعمل. يا ودي سيكوام يعني الناس هيك يعرف صحيح هكا هو يوصل في ميساج وكيما يعرف يوصله كيما المبدا نتاعو يوصله. انت اليوم سامحني لحظه جيل شيخ تقول له يا شيخ راه والله الاناشيد ما عادش توصل للناس. الاناشيد الدينيه اللي نعرفها الكل ما غير لا لحن لا حتى شيء اناشيد حتى من الحرام ماهيش حاجه. جي انت الشيخ تقول له يا شيخ لازمك تمشي تغني في شوكيز وغني له على تراب ولازمك تعمل له هكا وفي حفله وهو بال عميد باش توصل له الميساج ولا كيف؟ لا لا فما حاجه معقوله حاجه مش معقوله. خلينا نتكلم. انت مشكلتك ديما كي تجي تاخذ فكره تشخصنها حطيتها على الراديو. انا قاعد نحكي مع الشيخ شخصنتهاش بالعام حكيت راديو باي وفلان وفلان. علاش قلت لك ممتاز؟ خاطرك نوهتني على انه فما حلقه مفقوده لازم نكملها. الراديو مدرسه، امباير مدرسه، برشا بلطي مدرسه، برشا عباد عندنا مدارس ناس خدم ناس خدمه ناس عندها ميساج وعندها. مش طالب من الراديو يعني انه يبدل، يعني طالب من ولاد المدرسه هيك وينهم. فما باز مش لازم تشبه الراديو انت. اما انا متاكد كيما الناستيشيت يقولها ما فما حتى مشكل. يقول لك اني يعجبني امباير ولد مدرسه امباير لكن ماهوش يغني كيما امباير. فاهمش نحكي لك؟ نحكي مع العباد هذيك اللي المدرسه نتاعك وراتك اش معناها ريد، وراتك شنو معناها راب، وراتك اش معناها ميساجات نتاع راب، وشنو هي المسؤوليه اللي انت قاعد تتحملها. فانت اليوم جينيس ولد اليوم ولد 2024 تنجم تفكيرك باللي قريته في المدرسه. وصل مساجك وصل مساجك وصل. فما ناس تقول لك يا خويا ما نجمش الرابي وما نجمش نلقى راحتي وستيلو نتاعي ما يلقاش راحته، كان على انستري بوم بيب ولا انستري ما نعرفش شنو هي هكا كان يلقى راحتي. كل واحد رايه وهي اراء في الاخر بكل كلمه. انا على فكره مش على رايه. باهي حاسلوا الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده. وانت كانسان يتفرج فينا بطبيعه تعرف ونجي يمين ولا يسار، هذاك رايك انت ورايك ديما يهمنا في الكومنتيرات. لوط سعاده وسعاده. شكون اللي يسار السالاني؟ انت يسار يمين؟ مش معناه انت حط روحك يمين وانا حطيت يسار وقسمتها انت وامي يا اما الاتحاد السوفيتي صاحبي شو تصير ايش القاعده قلت لك يمين يا اخويا تجي اقلب انت ماك تتفرج هيك ولا انت تعطي تغزر لنا كيفاش تغزر لنا هيك معناها هيك اليمين واليسار منيك لك اختار هيك اللي كانوا يمين وكان يمين يسار اختار علاش اختار معناها الراي يحكي اختار الراي والفكره اخوني حاسين الاولاد وما تلقاهاش معايا تولي تعمل لك مريقل كملتها يا الاولاد بسعاده وبسعاده كل عاد تسحق حاجه غير الفلوس نجم تعمل علينا طلب في الانستغرام. باي باي. حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت اقوك العالم والله كي تعري وتوري مش يقولوا يا تبارك الله يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت اقوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك تدري حسبها مره باقي لغه حرقه وشيخه فسد ومبدل بر